عارف انه جانج ارتكبت غلطة كبيرة، بس بترجاكي تسامحيها هالمرة يا ستنا، بركي صار لها شي لهالبنت المسكينة او انخطفت، شو بدنا نعمل ساعتها؟ اسمعني مهراج، اللي مثلها ما بينخاف عليه بنوب، ما رح يصير لها شي ابدا، يعني انكم تفكروا بالقصة شي مانو ظابط، لا تخافوا عليها. بعدين خالتي، انتي قلي لي شو ممكن يصير لها؟ ولا شي اكيد، لو انها غنية كان ممكن تنخطف، بس شو بدهن ببنت مثلها؟ ما معها ولا روبية بجيبتها. لا تخافوا عليها بنوب. أنا معاقبة بس كرمال مصلحتها أصلاً، يعني إذا ضلت عم تنط من على البلكون مثل الحرامية وصار لها شي شو بدنا نساوي فيها؟ شو رح يحكوا علينا العالم بوقتها؟ ما بعرف إمتى بدها تفهم ولا إمتى بدي أرتاح من هالقصة. كيف بتقدر جانجا تنط من هون؟ ما بعرف، إيدي صارت توجعني وما عم بقدر. ساجر، انت شو عم تعمل هون؟ شايفة كيف انا عم خاطر مشانك؟ يلا ساعديني رح اوقع. ليش حامل هي السكينة؟ مشان احميكي فيها. ستي طيب لو اني محل جانجا كنت عملتي فيني نفس الشي؟ الكل بيغلط وجانجا غلطت كمان، واكيد تعلمت درس ما بقى تنسى. بترجاكي يا ستي تفوتيها كرمالي، افتحي لها. ايه ستنا، صدقيني بهذا الوقت اللي نحنا فيه خطر كتير على البنت اذا بتضل حالها برات البيت، وحضرتك بتعرفي هالشي. ستي بترجاكي وافقي. ايه ستنا بترجاكي. إيه يلا وافقي. انتي قلبك طيب خلصنا ماشي. هاي ستي اللي بعرفها. دريشتي، انتي هلأ قلتي شغلة وما بقى بدياك تعيديها أبداً. انتي حفيدتي ومن دمي ولحمي، ومستحيل اني أأذيكي واسمح لحدا يعمل فيكي هيك. جانجا عنجد ضربتيهم هدول الرجال وخليتيهم يهربوا منك؟ ايه، وكمان صوبت عليهم بطريقة غير شكل، خليتهم يموتوا من الرعبة ويهربوا مثل المجانين. بس ساجار، طالما أول مرة بتجرب تنط، ليش لحتى تخاطر بحياتك وتنزل؟ كان ممكن توقع ورجليك ينكسروا. عادي مو مشكلة، وقع بسيطة بتكون. ليكي وأنا كمان حملت السكينة معي كرمال خوف الشباب ودافع عنك، مجرد ما طلع كانوا هربوا أصلا من الخوف. عن جد كنت رح تعمل هيك كرمالي ساجار؟ لهي الدرجة بتخاف علي؟ ساجار، شو عم تعمل عندك؟ ساجار؟ انت شو عم تعمل برا ابني؟ وليش السكين بايدك؟